خد يا مازن يا جدع، نهارك سعيد. اصحى واد يا محمد يا احمد، اجعل نهارك عيد. اصحى واد يا مازن يا صبري، اجعل نهارك شهد. جيت ودبيت كمال عاشق ليالي طوال، وانا صنعتي مسحراتي في البلاد جوال. تبارك الله الحاجة نورة. ايوا ايوا بتجهزي لنا السحور اليوم ولا ايه؟ الوطبات العادات والتقاليد ديال المغرب. أول يوم النهارده يا جماعة في السحور، ونورة بقى قالت لنا لازم نعمل لك سحور ملكي. ملكي؟ المغربي؟ سحور مغربي. اه سحور على حقه وطريقه. على حق. هو السحور ما خصوش يكون ثقيل، داك الشيء خفيف. وصراحة والدينا كانوا طب ما عملتش في الفرن الله يحسن. لا ماشي خبز، هذا بطبوطة سعيد. ما تعملش فران يعني؟ ماشي خبز بطبوط. مش عارف البطبوط يعني ما يجيش في الفران؟ اه لا ما يجيش في الفران. ما يجيش في الفران سعيد. عندهم واحدة تبارك الله طابة وجه مفشفش تبارك الله وصل عندي. يا جماعة البطبوط ديال المزابية. ديال مزاب. مسحرة بيان. اخواني المشاهدين، احلى بوكيه ورد للمشاهدين ديالنا. اليوم اول سحور مصري مغربي من الدار ديالنا، وجبنا لكم الورد دوت علشان نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. احلى بوكيه ورد للمشاهدين ديالنا الزوينين اللي بقول لنا تعالى زوينه، و تحياتي لهم جميعا. وهي الفانوس، فانوس رمضان، كل سنة طيبين. وطبعا وهي الأتاي، محضرين طبعا السحور أو اليوم سحور اليوم النهاردة. ونورة طبعا عملت لنا البطبوط. السحور ديال الوالدين اللي علمونا. وهذه سلو تقاود. قلت لك التقاوت، تقاوت يعني. هذا اللي بيعمل تقاوت يعني ولا التقاوت؟ يعني علاش كيقولوا تقاوت سهل؟ لانه فيه مكونات يعني كتقوي الجسم. اه بروتونات. ها وهي هذه الزينه بتاعتنا هي زي ما انتم شايفين. هذه الزينه ديال المايسترا. انا عملت كنت عايز اعمل نجمه بس ما عرفتش اعمل النجمه. هي هي طبعا بتشعل الضوء اهوت، بتغير الالوان. هاي حاجه بسيطه على قدنا. اهو دي عملناها، هاي زي كنت عايز اعملها زي نجمه كده بس ما جاتش. بس مزيان الحمد لله. او هنا بنغير الاضاءه بتاعتها بقى اهو. طيب والله ماما السلام عليكم اخوان المشاهدين والمتابعين للزوارين. رمضان مبارك سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه، ونهديكم احلى كاس اتاي بالكشكوشه. قلب قلب سعيد. لسه ما قلبتيش؟ قلبت ولكن عاود قلب. اليوم راه عندنا سحور مغربي في اجواء مصريه. اجواء مصريه في سحور مغربي. في المغرب. في المغرب. صراحه الوالده مسكينه الله يعطيها الصحه، حتى كانت كتصايب لنا البطبوط. كان في الصحراء بيت انا ذاك اليوم التقاليد ديالها. هذا سلو شوية الجبن، الفانوس. سعيد بزز كيبغي يدير لينا الاجواء ديال المايسر. قالك والو الزينه. ها نجوم الزينه. ها الزينه ديال داكشي على قد الحال، لان في
هما في مصر عندهم فوانيس كتير وعندهم الزين، احنا ما عندناش هادشي في المغرب يعني. ما الفانوس هنا بالشمع، بس المشكله بقى الشمع ما ينفعش تعلق لو فانوس لا ما كاينش اصلا، ما كاينش انا داك راه محتاج على الدين. الحمد لله الحمد لله رضا. المهم هي المشاركه. يلا سيدي تسحر الصحه والراحه. سعيد راكي حماق على البطبوط عزيز عليه. رمضان كريم، الصحة والسلامة إن شاء الله. وليتي من عشاق آشا يا سعيد. لا يا جماعة خلاص تعودنا. واحد الكلمة للمشاهدين زوينين، شكرا على تعالكم زوينين وعلى حضر. شكرا على التعليق ديالكم. احنا كنا المفروض نجيب زيت العود النهارده. عاوجاني غادي ناكلوه في الصباح وفي السحور. حمقنا هذا زيت العود، لا زيت العود. قال لك الناس كاين اللي كيقول زيت البلديه. المهم لسه ما حدش وصل لسه لغايه النهارده ايه سموه زيت العود، عشان يقول لك كان في شركه اسمها زيت العود في الاول. المهم عايزين نعرف ايه الصح يعني، زيت العود يسموه ليه زيت العود؟ ماشي يعني اكتبونا في التعليق كده ليه سميه بزيت العود. وتبارك الله عليكم اخواننا المشاهدين الزوانين، تبارك الله عليكم، تبارك الله. وشكرا لكم على التعليقات ديالكم، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم مبارك علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كامله، وسحور مبارك، ونتمنى يا رب دايما تكونوا بالصحه والخير، وان شاء الله نقدم لكم المزيد والجديد ان شاء الله في رمضان. عواشركم مبروكه وكل عام وانتم بخير. دعواتكم لنا مشاهدي الله يخليكم تدعوا معنا، وحنا كذلك نتعاو معاكم. دعواتكم لينا الله يجازيكم بخير، ويا رب يرفع لنا هذا الهم والغم يا رب ان شاء الله. وسعيد اتي ما جاش مكشكش مزيان، عاودي عاودي مازال. مسح يا سعيد الصينيه بالداك الاتي، خاصك تهز البراد مزيان. باقي ما تعلمتيش يا سعيد وقيل. والله باقي ما تعلمتيش. هز هز مازال هز هز. ما تخرجش على الكاس. دابا مزيان، دابا مكشكش. حتى الاخر عاود كشكشي. دابا مزيان ديالي. بغيتي تاكل كملا كشكوجه. صراحة والله هذا الفطور تصحي، هذا السحور تصحي يعني، البطبوط وهذا يعني صحي. ها انتم المشاهدين مازال باقي كيقول لي جيب لي زيت العود، زيت العود بغيت بصح. يلاه بالصحة والراحة، بالصحة والراحة. وسمحوا لينا الى تقلنا عليكم، يا ربي نكونوا خفاف على قلبكم يا رب ان شاء الله. قبلوا علينا داك الشيء على قد الحال، والحمد لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله وشكرهم الحامدين الشاكرين. ها انتم معزينا ديالنا ديال رمضان. الجو رومانسي وشاعري. خلي خلي سعيد زوين، خلي جا زوين. صورتو انا فيها. وسعيد ولدي خطير اتاي. بغات معاش اليوم. دلالة اتاي ولا؟ كان في الاول كيقول لك لا لا ما عنديش مع اتاي، دابا ولا من حط في الترسيلة سعيد، حط البطبط في الترسيلة. اتاي دلالة ولا؟ لا ما نعدش عليك اخويا بالصحة وراه. الصحة بالصحة. حقيقة والله الواحد من كيبدل يغير الأجواء ديال الغرفة وكبت الزينة وهادشي، حقيقة كيكون واحد الجو زوين، كيكون تغيير زوين ياك سعيد. دونك في فانوس كبير بقى فيه. ان شاء الله اللي جاي من مصر يجيب لنا شي فانوس. المشاهدين اللي جاي من شي من مصر خصنا نقولها لختنا كريمه ان شاء الله تجيب لنا شي فانوس لاجازة المره. اللي جاي من في مراكش بيبيعوه. في مراكش ان شاء الله تلاقي شي من مراكش. اخواني المشاهدين، اللقطه اللي انت شفتها في اول الفيديو هذه مسحراتي في مصر، واحد صورها لنا وبعثها لنا، تبارك الله عليه. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم مبارك. ونختم كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. شكرا لكم وإلى اللقاء.